وأجرني وإياكم من عذاب لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا رسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في موضوع آخر يخلد الشعب المغربي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تعتبر حدثا مفصليا حاسما في مسار الدفاع الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية. إن احتفاء المغاربة إخواني الكرام بهذا الحدث التاريخي البارز في سجله الوطني يأتي وفاء وبرورا برجالات الوطن وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الانعتاق من نيل الاستعمار وصون العزة والكرامة. وتواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه لأجل استقلال المغرب وإنهاء فترة الحماية. وبرزت بالأفق مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء وتناغم من جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. وبهذه المناسبة نذكر الناشئة الصاعدة والأجيال القادمة بتاريخ الوطن ورجالاته حفاظا على الذاكرة التاريخية للوطن وتمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إيلاء المزيد من العناية بالتاريخ الوطن والتعريف برموزه والتشبع بقيمه في مسيرات الحاضر والمستقبل. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء السادات